السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. معنا النهاردة مراجعة في كتاب المعاصر الكتاب الإضافي A Week is Enough. Quick look An hour before the exam ساعة قبل الامتحان. هنا بيراجع أهم النقاط اللي موجودة في المنهج. المراجعة Page 106 من بداية من صفحة 106 من كتاب المعاصر، أربع صفحات. ونبدأ مع بعض. السؤال الأول، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. مروة is a great dentist. She works in Saudi Arabia. She has three children. She likes her family and her patients. She advises them to look after their teeth. السؤال الثاني، يبقى السؤال الأول بنسمع ونختار. ده نموذج تاني للسؤال الأول، برضو listening استماع. Listen and you choose the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. آية was born in Mania. Mania is a city, is a nice city, is a nice city near the Nile, near the Nile. Mania is famous for black honey. Cotton and sugar cane are growing in Mania. Cotton and sugar cane. السؤال الثاني، في نموذجين برضو للمحادثة، يبقى هنا كل سؤال جايب لي منه نموذجين، نموذج A ونموذج B للتدريب. Complete the following dialogue، اكمل المحادثة. أشرف asks أيمن، بيسأل أشرف أيمن about his hero، عن بطله. أشرف who is your hero؟ Who is your hero أيمن؟ مين بطلك يا أيمن؟ قال له إجابة. قال له what was your great grandfather job؟ إيه وظيفته؟ يبقى هنا ايه؟ بطلي ماي جريد جراند فازر، جدي الأكبر. ماي جريد جراند فازر. قال له ايه وظيفته أو ايه كانت وظيفته؟ قال له جاب، قال له جريت رائع. سؤال قال له هي وركت إن بيج هوسبيتال، اشتغل في مستشفى كبيرة، يبقى دكتور طبيب ما دام في مستشفى. وير يبقى لازم افهم فكره المحادثه. Where did he work؟ اين كان يعمل؟ في مستشفى. Was he a surgeon؟ هل هو كان جراح؟ قال له no. He was a dentist. هو كان طبيب، بس طبيب ايه؟ اسنان. Page 107 صفحه 107. اشرف سال سؤال ايمن، قال له he used to be a volunteer، اعتاد أن يكون متطوع for the red crescent للهلال الأحمر. يبقى what did he used to be، ماذا اعتاد أن يكون؟ النموذج الثاني للسؤال الثاني، complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. أمل is talking about her daily routine. أمل بتتكلم عن روتينها اليومي. منى وأمل، Do you have a daily routine أمل؟ هل عندك روتين يومي يا أمل؟ يا سيدو أيوه. سؤال إجابته I get up at 7 o'clock، بصحى الساعة 7. In the morning الصبح، يبقى إمتى بتصحي؟ إمتى؟ When do you get up؟ بتصحي امتى؟ الساعة 7. Do you prepare your breakfast؟ هل بتجهزي فطارك؟ قالت لها إجابة. قالت لها my mom makes it for me، أمي بتعمله لي. يبقى نرجع، يبقى هي بتجهز لنفسها؟ لا، يبقى no I don't. سؤال إجابة أمي بتجهزها لي، بتجهزه لي، يبقى سألتها طب مين بيجهزه لك؟ Who
ميكس ات فور يو. امي هاو دو يو جو تو سكول، ازاي بتروح المدرسه؟ ممكن اقول باي باص او باي كار او اون فوت او اي ووك تو سكول، ما دام هنا مش محدد اكتب اي وسيله بالاتوبيس. السؤال الثالث ريد ذا فولوينج، اقرا الاتي then answer their questions، ثم اجب على الاسئله. Most people معظم الناس have three meals، عندهم ثلاث وجبات. Every day كل يوم، breakfast الفطار، lunch الغداء، and dinner والعشاء. They eat هما بياكلوا these meals هذه الوجبات at fixed times في اوقات ثابته. In the morning في الصباح، in the afternoon بعد الظهر، and in the evening في المساء. But ولكن in fact في الواقع او في الحياه most of them معظمهم معظم الناس دي عايدة على الناس don't care about مش بيهتموا عن what they should eat على ان المفروض ياكلوا for each meal لكل وجبه. دكتورز الاطباء say that بيقولوا healthy food الطعام الصحي is very important مهم جدا and people والناس should eat lots of fruit ينبغي ان ياكلوا الكثير من الفواكه and vegetables والخضروات. People should not eat ينبغي على الناس ألا يأكلوا too many cakes الكثير من الكيكس. Doctors advise people ينصح الأطباء الناس to drink and يشربوا a lot of water الكثير من الماء and milk واللبن. Every day كل يوم and not to have too many fizzy drinks وما يشربوش مشروبات غازية كتير. To keep healthy لكي تبقى بصحة جيدة doctors الأطباء advise people بينصحوا الناس not to stay at home ما يقعدوش في البيت. They should do exercise لازم يمارسوا التمارين. أسئلة القطعة choose اختار. The underline word keep keep معناها ايه؟ stay يبقى أو يظل. Not people care about what they should eat for each meal هنا قال لي في القطعة معظم الناس عندهم ثلاث وجبات وبدا يشرح لي ولكن معظمهم لا يهتم most of them don't care معظمهم لا يهتم يبقى few people القليل من الناس هم اللي بيهتموا. هنا جاب لي عكسها معظمهم لا يهتم الجمله كانت منفيه يبقى قليل من الناس بيهتموا بس من اللي بياكلوا. all ما تنفعش many ما تنفعش no ما تنفعش them عايده على ايه؟ عايده على people. Give a suitable title for the passage ادي عنوان مناسب للقطعة ممكن اقول healthy life حياة صحية او اي عنوان يديني معنى القطعة. What do you think ما اعتقادك people should eat and drink to keep healthy المفروض الناس ياكلوا ايه ويشربوا ايه؟ هقول they should eat نبدأ دلوقتي بياكلوا ايه؟ A lot of أو lots of fruit and vegetables ياكلوا كثير من الخضروات والفواكه برضو نكتب هنا دي بس هكملها تحت عشان المكان. They should drink ينبغي أن يشربوا a lot of water and milk الكثير من الماء واللبن. When do they eat their meals متى بياكلوا وجباتهم؟ بياكلوا وجباتهم في اوقات محدده at fixed times الفطار في وقت محدد والغدا في وقت محدد والعشاء at fixed times في اوقات ثابته at fixed times. السؤال الرابع في ورقة الامتحان choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A B C و D من الأربع اختيارات. نقط are not a complete building ليس مبنى مكتمل يبقى rooms مش مبنى كامل. When I open the نقط in my room there is a lot of sunlight لما افتح نقط في اوضتي في الكثير من ضوء الشمس. لما افتح curtains الستاير. As I was running وانا بجري ده as ماضي مستمر يبقى ماضي بسيط. I saw a nice bird شفت طائر جميل يبقى as ماضي مستمر ماضي بسيط. علي and سهى are going to marry هيتجوزوا يبقى their wedding حفل زفافهم party is tomorrow
دي اجازه، لا ويك اند عطله، لا بيرثدي عيد ميلاد، لا يبقى ويدنج زي الويدنج بارتي، حفل زفافهم استمر بكره. نقط يو سي ذا فيلم اباوت ذا ايرث كويك اون تي في لاست نايت، طبعا هتبقى ديت هنا عشان لاست نايت يبقى ماضي. طب دو ويل ما تنفعش، طب وير ليه ما تنفعش؟ عشان وير بعد الفعل لازم اي ان جي او لازم صفه، لكن ديد والفعل والمصدر، ديد والفعل والمصدر. هل رايت الفيلم عن الزلزال في التلفاز الليله اللي فاتت؟ اور تيم فريقنا وان ذا ماتش اجينست تونسيا، الماتش كان ضد دوله تونس. احمد اند مصطفى، احمد ومصطفى يبقى ايه؟ فيلت ساد، شعروا بالحزن بيكوز ميز ذا ماتش، لانهم فقدوا الماتش ما لحقوش الماتش. ستودنتس الطلاب نقط ان كلاسز ديورينج ذا بريك، بيقعدوا ولا ما بيقعدوش؟ ما بيقعدوش، يبقى نيفر ستي. هنا ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاصلي، هنا ستي فعل اصلي بيجي قبلها نيفر. طبعا اولويز لا مش دايما بيقعدوا، نيفر ستي ما بيقعدوش في الفصل، بينزلوا على طول في البلاي جراوند مثلا الملعب. يو كان بلاي ممكن تصلي ات ا موسك في المسجد، هنا ميوزيوم متحف ستاديوم استاد كاس القلعه. سلمى اذا نقط بيرسون شي دازنت بوت اني ثينج ان اتس رايت بليس، ما بتحطش الحاجه في مكانها الصحيح، يبقى ميسي. سلمى فوضويه، ما بتحطش الحاجه في مكانها ايه الصحيح. النموذج الثاني للسؤال الرابع تشوز اختار اي ترنت اون ذا نوت تو واش ماي فيس، فتحت ايه عشان اغسل وشي؟ ذات الحنفيه. نقط يو جوت ا نيو كار، طبعا هاف يو جوت، ما دام جوت اختار هاف او هاز، هاز مع يوشو ات، هاف مع الباقي اي وي وزي. ذا زب ذا سكين اوف زيبرا، جلد الحمار الوحشي از ستريبت، يعني مخطط. سبوتد نقط طبعا لا، او از ستريبت مخطط. نقط تيتشرز او نقط تيتشز بيبول هاو تو بلاي ا سبورت اور امبروف ذير سكيلز، مين اللي بيعلم الناس ازاي يلعبوا رياضه؟ طبعا سبورتس كوتش مدرب رياضي، درايفر سواء لا، تيتشر مدرس لا، بايلوت قائد طائره لا. ماي فازر ابي نوت از ا دكتور فروم 2002 تو 2020، ابي كان بيشتغل دكتور من عام 2000 ل 2020. طبعا من 2000 ل 2020 ورك غلط، ما تنفعش وركس، ما تنفعش حتى از وركينج، ما تنفعش هي وركت. وكان الافضل كمان اختار ووز وركينج، يعني لو كان في ووز وركينج كانت تبقى افضل. من 2020 ده حدث ماضي مستمر، طب ما فيش ماضي مستمر، ورك ما تنفعش خالص، ورك ده مضارع ما تنفعش، ده مضارع مستمر، يبقى الوحيده اللي تنفع ورك، والافضل كان ووز وركينج. ايرث كويكس الزلازل اند فولكينوز والبراكين ار ناتشرال ديزاسترز، هي كوارث طبيعيه، ليكس بحيرات لا، فلادز فيضانات لا، ريفرز انهار لا. بيج 109 صفحه 109 يو كان انجوي تستطيع ان تتمتع واتشنج اميزنج بليز، ان انت تشاهد مسرحيات مدهشه ان ذا سيتر في المسرح. يو نوت سويم هير ات از اجينست ذا لو ضد القانون، يبقى يو ماسنت لا يجب تبحر هنا، ده ضد القانون. زبط الاناء يوزد فور هولدنج فلاورز، بحط فيه الورد is called a vase، اسمه طبعا فازه. ويوز نقط language to communicate with people who can't hear، بنستخدم لغتي عشان نتواصل مع الناس اللي مش بيسمعوا، يبقى sign language. يعني ايه sign language؟ لغه الاشاره sign language. السؤال الخامس صحح جيزه نو، لا جيزه is known، الجيزه معروفه ب is known for its ancient buildings، بأهراماتها القديمة. آيا أند أي، آيا وأنا بي ستادينج ماسز يسترداي إيفنينج، إمبارح بالليل، يبقى ده ماضي. طبعا فيرب تو بي في الماضي ووز أوير، بس مع الجمع أحط وير عشان آيا وأنا. واي آر يو ووكينج سو، ليه بتمشي سو كويكلي بسرعة؟ ده حال بصف طريقة المشي. إيفريون إن ذا بيكتشر، كل واحد في الصورة بي هابي. طبعا فيرب تو بي ممكن يبقى از او ار، هنا بتكلم على كل واحد في الصوره تعامل معامله المفرد ايفري وان يبقى از، ولو جه ضمير عايد كنا نقوله زي، لكن هو كفعل احط از. كومبليت ذا سنتنسز، اكمل الجمل، ده نموذج تاني للسؤال الخامس. واي ار يو ستادي هارد
for your exams. Why do you؟ طب ليه مش are؟ لازم are بعد الفعل اي ان جي، لكن دو بعد الفعل مصدر. ليه بتذاكر بجديه لامتحاناتك؟ What were you doing؟ ماذا كنت تفعل؟ When I found، لما اتصلت. When، ماضي بسيط ماضي مستمر. Cotton clothes، ملابس القطنية. Are sold، تباع. مبني المجهول verb to be والتصريف التالت. Sell، التصريف التالت بتاعها sold، تتباع في كل أنحاء العالم. The tourists، السياح. السياح دول عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. تبقى هو. Who visit Egypt، اللي بيزور مصر. Always love the ancient temples، دايما بيحبوا ايه؟ المعابد القديمة. يبقى هو للعاقل اللي هي عادة السياح. طب ويتش الغير العاقل، وفي وير للمكان. السؤال السادس والاخير، اكتب باراجراف عن what do you usually do on holiday، بتعمل ايه في الاجازة، او اكتب ايميل من 90 كلمة. طبعا قريبا جدا هننزل ان شاء الله الشرح ده بتاع البيوغراف والايميل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.